ضبي هاي بشنطتك واوعك تنسي، نحن هلا حبيبين جدبان وجايين لهون بس منشان نتسلى. والله شو، ليش لنكون حبيبين جدبان؟ ليش مين غير العشاق الجدبان بيجوا لهون ليتسلوا؟ يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تفضل أستاذ. يسلم هالإيدين. شوفي هدول الاثنين اللي هنيك، هدول هدفنا. بس نحنا كتير بعاد، ونحنا مالنا لحالنا، في معنا زملاء. لكن نحنا لازم نبوس بعض فورا. نبوسين؟ شو نسيتي انه نحنا عشاق؟ لا مستحيل واحد بيقوس مشان لعبة يكون حبيبي. بسيطة. شو عجبك المشوار؟ ان شاء الله انبسطتي. ايه كتير حبيبي. طيب يلا خلينا نمشي. لحظة لشوف، كأنه هدول الاثنين شابين عاديين من الثانوية. شو عم تضحك علي يعني؟ ليكون ما في لا عملية ولا شيء. روقي شوي. لك عصابة شو عملية؟ شو اللي حكيت لي عنهم؟ كنت عم تكذب علي؟ ما شرطة مدنية وغيرها حوالينا. شو؟ إذا عم تلعب معي رح تندم. لك عم بحكي معك. أهدافنا، تحركوا، خلونا نبلش شباب. يلا. شو؟ حرامي شنطايتي. طالعي كل الحرامة. العمامة اغباني، كان لازم جهزها من الاول. سبات سبات، تمام يا سامي، جيبوا تاني لهون فورا، بدي صورهم سوا بسرعة. وينك يا صحفية؟ خدي لي صورة حلوة لهالبطلين. هدي وحدة كمان. بظن هلأ صار بيطلع لي عندك غدا، مو هيك؟ هلأ ليكي، أنا وصلت على الشارع، بس وين صار هذا المطعم؟ وقف مكانك. ليش بقى؟ استناني منروح مع بعض. ليش وينك أنت؟ وراك تماما. كيفك؟ بدك تضلك عم تطلع هيك، خلينا نوقف على جنب الطريق، سكرنا الشارع لأنه. يلا المطعم قدام. أهلا. أهلا وسهلا. أهلا فيكي خالتي فتون. هذا مجد، رفيقي مجد يعني. أهلا وسهلا ابني. أهلا فيكي. شكرا. كرم ابني، يلا فوتوا قعدوا. شوفي يا صحفية، أنا ما بفهم بالتبولة والكبنية المغشوشة ولا بأي أكل من هدول، يعني بدي أكل إشبع فيه. معقول هذا الموضوع يلي أكل همه؟ خالتي فتون شو بدك تطعمينا؟ في عندي شوربة كتير طيبة اليوم، وعندي رز بجنة رح تاكلوا أصابعكم ورا، وكمبوستو مخلوط. شو رأيك؟ بصراحة ما بعرف شو بدي أقول. وليش مستعجل كل هالقد؟ كل على مهلك. هاي العادة من أيام الطفولة، بحس إنه لازم خلص أكل قبل ما يجي حدا وياخده مني. كتير طيب. هلا أنت من وين بتعرفيها للخالة فتون؟ كنا ساكنين معهم بنفس الحارة، وأنا كنت أقرب رفيقة لابنك. كرم
ايه بعدين انتقلنا لانه عتقدر تستقر بمكان واحد، بس رجعت شوفهم من اول وجديد لما رجعت على اسطنبول مشان الجامعة. طيب سؤال، يعني ليش عيلتك ما بتستقر بمكان واحد؟ والله عيلتي هيك طبيعتهم، يعني هنين ما بيحبوا يضلوا بمكان واحد لفترة طويلة، بيحبوا ينتقلوا كل فترة وفترة. أصلاً أنا ماني بنتهم عن جد، قصدي بيعتبروني رفيقتهم والعلاقة اللي بيناتنا صداقة. كتير حلو هيك، شو بدك أحسن؟ أنا بدي عيلة. خلص تركي الشاب يكمل أكله. لو تشوفي كيف عم ياكل، ما عم شكرا. ياكل بطريقة طبيعية، عم يتقاتل مع الصحن. اللي كيف لقيت الأكل؟ يعني بحياتي ما دقت أطيب من هذا الأكل، وهي أول مرة بحس حالي إني عم آكل من طبخ أمي. يسلم إيديكي. صحة وهنا. بنتي أنتوا بتشتغلوا مع بعضكم؟ يعني أنت كمان صحفي؟ لا أنا بكون شرطي. كأني حكيت شي غلط؟ لا يا ابني أكيد ما حكيت شي غلط. بصراحة عندي ولد وكان رح يصير شرطي وتذكرته هلأ. على كل حال ما رح أعطلكن، فيكن تكملوا أكلكن. شو القصة؟ بعدين بحكي لك. وليش مو هلأ؟ شو القصة؟ قلت لك عنده ولد اسمه كرم. ايه وقلتي لي انه رفيق طفولتك. كرم انفصل من اكاديمية الشرطة باسبوع تخرجه، وطبعا هو ما قدر يتحمل هالشي، قام رفع مسدسه بوش مديره. المدير يوسف ما بتعرفه؟ يوسف مديرنا ما غيره؟ ايه نعم. وبسبب هاي القصة انسجن 12 شهر، وهلأ شكله مرافق عالم ومناح ابدا. كيف يعني؟ اصحاب مشاكل. طيب هي ما عندها ولد تاني غيره؟ كان عندها ولد تاني، سومر. سومر انخطف لما كان صغير. ايه قولي شو صار بعدين؟ الشرطة لقيت قميصه وكان كله دم. لعما شو هالقصة هي؟ عن جد شغلة غريبة. على فكرة زعلتيني كتير على الخالي فتون. طيب زوجة وين مختفي؟ معقول صار كل هذا الشي وهي الحالة؟ شو بدنا بهالمواضيع؟ من وقت ما وعيت على الدنيا وأنا بعرف إنها وحيدة، بس بحياتي ما شفت مرأة أقوى منها. اشتري مني يا خالي لو سمحتي. اشتري. لا حبيبي. عمو تشتري مني لا محارم؟ لا شكرا ما بدنا. ما بدك؟ بترجاك عمو اشتري مني محارم. الله يخليك. اشتري مني محارم؟ ما بدي. بترجاك بس اجمع حقك. لاتي. شكرا. خلص بكفي، خلينا نمشي. شو بيموتوا إذا ما اشتروا؟ تعرف ليه ما حدا بيشتري محارم؟ ليش؟ لأنه ما حدا منهم بيبكي. برافو يا حلوة. شو هاد؟ أنت مفكرني شحاد؟ إيه؟ هذا كل شي معي. كذاب. والله هدول كله. طالعون يلا. ما معي. تعال. والله هاد كل شي معي. شلاح بوطك. جراباتك. ليه ما عم تصدقني؟ هاد كل شي والله. يلا شلحون. تانية كمان. قلت اللي ما معك. شو هاد؟ شو بدك بالمصاري؟ إذا قلت لي الحقيقة بسامحك. كنت بدي اشتري سندويشات نقاني، مليت من أكل خبز البايت. برافو عليك، ما كذبت. أنا ما رح أضربك، هو رح يضربك.
عم تعملوا؟ ولا شيء، مجرد ذكريات فاضية. كأنك شردت كتير. بصراحة لما سمعت حكاية الخالة فتون رجعت شوي للماضي. هي ضلت قوية وهالشي منيح لإلها. الحساب إذا بتريدي خالة فتون. استنى شوي، الغد على حسابي، نسيت بدي سدد ديوني. لك مو محرزة، خلصنا بقى. خلصنا بقى، لا تسبقني. ما في لا حساب ولا شي، حاج تتخانقوا بقى. بس مو حلوة ناكل كل هاد وما ندفع لك شي. خلص بتدفع المرة الجاية. أنا موافقة، شكرا لك. صار لازم أرجع على الشغل، بدك نروح سوا؟ لأنه بدي روح على فرعكم. حضرة المدير؟ أكيد، هالمكان بعرفه. مفهوم، يلا جاي فورا. لازم تروح؟ للأسف. يا صحفية، حابب أقول لك شكرا على الغداء. صح وهنا، بشوفك. شوفك. أمور. طلع طلع. شو يا صورك منشورة بكل الجرائد؟ تقصد تبع حادثة الملاهي مو؟ تصرفي غلط شي؟ ضربت عصفورين بحجر واحد. برافو. من جهة مسكت العصابة ومن جهة حسنت علاقتنا مع الصحافة. وإذا أنت لسه بدك هالشي، خلص فيني ضمك لفريقي. شكرا كتير لإلك، شرفتني بقرارك. خلص موافق. بدي أخذك مشوار صغير. لوين؟ لا أسئلة ممنوعة، لا بقى تسأل بعد اليوم. حاضر. عمو اشتري محارم مني. توبي توبي. هاي عقوبتك لأنك سرقت مساري. فهمتوا؟ لا بس هو من العولة. خليك برا اليوم لحتى يرجع لك عقلك. يلا قوم بسرعة، يلا تحرك. طالوا المصاري. شو؟ أكيد رجع لكم عقلكم مو؟ ملاك. لك يلا خدها. شو
تخبيها، ايه؟ ولا تعطيها لحدا ابدا. ايه تمام. ماشي. سمعان شي مرة ببيع الكباب اللي اسمه جلال؟ معقول ما أكون سمعان فيه؟ على فكرة أنا حفظت قصة حياته لما كنت بالأكاديمية. منيح. قلب اللحمة رح يستوي، لا تحرق اللحم اللي بحبها. مرحبا. أهلين. أنتوا جوعانين شي لخليهم يحضروا لكم شي تاكلوا؟ مو قدرانين نحط لقمة بتمنا بابا. ما عم تقدروا تلاقوا لها عمر؟ لا، ما ضل مكان ما دورنا فيه. شو صار مع ميلاد؟ لسه لهلا عم يدور. بتعرف كنت عم أقول لحالي، يا ترى معقول يكون عمر سافر لبرات البلد؟ شو رأيك؟ سألتني شو رأيي؟ أنا برأيي إنه صار لازم تترك هاي القصة لحدا غيرك. يا بابا، لازم أنا لاقي هداك الحقير وحاسبه على كل شي عمله بابا. الخد الأحمر. أمرك. هاي القصة صارت عندي، أنت اطلع برا الموضوع. يلي بدك يا بصير يا بابا، بس أنا صار وجهي أسود كتير قدامك. ما في داعي تعبس هيك بوشك. تعال لعندي، تعال تعال قرب لعندي، قرب. افتح تمك، افتح. وانت كمان قرب. يسلموا. خلينا نحن كمان ندور على اللي اسمه عمر. جلال والخد الأحمر جوا، وكمان الزلم اللي شفناه معهم يوم المشكلة. حلو حلو، لكن خلونا نبلش. معلم بشو بدنا نبلش؟ منبلش بالماضي والمستقبل، أما الحاضر فقلنا وبس. هن اللي ثلاثة هلأ سوا، هاي فرصة ما بتتفوت أبدا. شو هالحكي هاد؟ قصدك بدك يانا نقتل جلال بياع الكباب بقلب محله يعني؟ ليش في طريقة تانية يا زكي؟ يا رح يقتلوني يا أنا بقتلون. أنا فهمان عليك، بس بركي قتلونا لما نفوت. شو نسيت إنه هو الملك؟ أنت تعال معي هلأ وبس، وتعلم كيف بيدفنوا الملك. خلينا نستنى لتعتم الدنيا شوي. جلال! يا حقير، مين مفكر حالك انت؟ الشباب هلأ بيخبروك. كيف هيك عملت اخي؟ انت اعطيني المسدس. انتوا اطلعوا لبرا يلا. انتوا كمان اطلعوا. اليوم رح تطبخ لحالك ورح تاكل لحالك. تعا يا ختيار، تعا تعا. هلا بتكون عم تقول بينك وبين حالك يا ريت تصالحنا لما انتشر الخبر. ليك يا ختيار، هاي الرصاصة رح ازرعها براسك زرع. انا رح اوصك، رح اقتلك ورح يكتبوا عني. عمر، تعرف انه رح تندم بعد شوي ورح تقول بينك وبين حالك يا ريتني ما تماديت معهم لهالدرجة.
لسه في قدامك شغلات لازم تتعلمها يا ابن أخي. ولاك لا شو صار؟ أنا هلأ رح أوضح لك شو اللي صار باختصار يا ابني. نحن بنخلي الزلمة يجي لعنا بكامل إرادته وقواه العقلية شوي 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 وبدون أي عجلة. عملتوا مثل المطلوب منكم بالضبط والأمور صارت كلها تمام. برافو عليكم يا أولادي، برافو عليكم. فيكم تطلبوا مني أي شيء بدكم إياه وتكرم عيونكم. نزلوا لسلاحك، يلا نزلوا. شو ما سمعتوا؟ لا نزل السلاح. ولا شو عم يصير؟ ابني بلال خود هدول وجيب لي هديك لهون فورا. هلا راح اقتلك على مهلي وانا عم اضربك بهي يا عمر. وللأسف التاريخ ما راح يكتب اسمك. أعطيني هداك الكرسي لشوف يا ابني. تمام، يمكن رح يجي يوم يصيروا فيك الشباب الحارة. شو كان اسمه بلال؟ بلياردو بابا. برافو، وهن قاعدين عم يستنوا دورهم بالبلياردو، بس ليمضوا الوقت كيف ما كان رح يحكوا بينهم وبين حالهم ويقولوا. تعرف شو رح يقولوا؟ رح يقولوا جلال بياع الكباب قتل زلمة بجهاز هرس اللحم، حتى اسمك ما رح يعرف يقولوا. ايه يعني ما في حدا رح يذكر اسمك يا غبي. يلا يا شباب لبرا، طلعوا كلكم لبرا لأنه صار لازم نحكي على انفراد. هذا هو المكان اللي بتواجد فيه الزلمة اللي حكينا عنه. بفهم هون هدفنا جلال بياع الكباب. أنا بنام وبفيق مع هذا الزلمة من سنين طويلة، لهيك حبيت خليك تشوفه بعيونك وتعرفه منيح. شو في؟ تعال تعال عجل. امشي معي ولا تحكي. بابا جلال بترجاك، بابا أنا بعتذر منك بترجاك. الخد الأحمر سكر الباب. أنت بتمهر بابا. بابا، بابا جلال. جلال في شي؟ شو اللي عم بيصير؟ أوه حضرة المدير أهلا وسهلا فيك، شرفتنا بهالمطعم المتواضع. قلت لك شو عم يصير هون يا جلال. هو بيحكي لك. شو صاير؟ ما في شيء، كنا عم نحكي بالشغل وبس. فيك تشرح لي شو هو الشغل اللي تركه على ركبك لتحكي فيه؟ عليه ديون بالسوق، كان عم يترجى لبابا يساعده ويوقف معه، صح كلامي؟ ايه بالضبط هيك. ليك خليني اعرفك على مدير فرع التنظيم المعروف كتير. ايه بس لحظة، انتو اتنين بتعرفوا بعض صح ولا لا؟ هلا صار مثل ما قلت لك ورجعت لأصلك، انت هيك صرت بتشبه حالك.
انت ما بيحق لك تحكي ولا كلمة، دموع امي شاهدة على وساختك. انتبه منيح على الكلام اللي عم تقوله. انت لا تتدخل ابدا. شو بفهم انه ممكن تقوص علي؟ اسمعني، انا لحد هذا اليوم ما اذيت اي حدا منكم، ولما قوص على حدا تأكد انه بيكون بيستاهل. واسأل معلمك. حضرة المدير، اللي شو بدك من هذا الشاب؟ دمرت له حياته ما بكفي يعني؟ طلعت مو مدمر له حياته على الفاضي. شوف هاي أجل عندك بأول فرصة صحت له، على الأغلب ما أجل هون ليأكل كباب. شو رح يصير؟ رح تفصلني كمان من هون حضرة المدير؟ أوه معقول لسه ما تعلمت لهلأ كيف بينحكى مع الرئيس ومع الشرطي؟ تعال معنا نعطيك درس. وانت تعال معنا، يمكن في شغلات ما قدرت تقولها هون صح؟ تحكيها لما نكون على انفراد. اي حضرة المدير، بروح معكم بروح معكم. وهلأ شو بدك تعمل؟ اسمعوني منيح انتو الكل ليكون عبرة. كرم يلماس صاحب المركز الأول بأكاديمية الشرطة عم يشتغل مع المافيا. رح تضل هون ليرجع عقلك لراسك، وإذا ما رجع وقتها نحن منعرف شغلنا معك. بس كنت عم بسأل حالي، واحد بوساختك كيف بيقدر ينام بالليل؟ أخذوا على الحبس خالتي فتون. يا ربي ساعدنا، اللي ابني مجد هن ليش أخذوا كرم على الحبس؟ مجد رجع لشغلك. حضرة المدير بترجاك، شو عم بيصير هون؟ شو عم يصير يعني؟ انتي ما عم تعرفي تربي، كل عيلتك صارت مصيبة. يا طيب اللي شو القصة؟ شو عمل هالمرة؟ كرم ما إله علاقة، ولو سمحت لازم يطلع من السجن. ما بيحق لكم تتعاملوا معه بهالطريقة. مين انت يا بنتي؟ انا محامية كرم. قلتي محاميته؟ حضرتها محامية للمافيا باعتبارها مهتمة بقضايا جلال بياع الكباب. انا بدي اشوف موكلي هلا اذا خلصتوا استجوابه حضرة الشرطي. انا مو شرطي، محقق يا حلوة. عفوا. روح طلعوا من الحبس، خليهم يعملوا يلي بدهم اياه، بس المهم انهم يبعدوا عني. افتح لي هالباب يا ابني. طلعوك. عن جد مسكينة امك، عم تعاني بسببك. ابني ابني انت منيح؟ منيح امي، ما فيني شي. شو هالشغلات اللي عم تفوت فيها يا ابني؟ ما في شي بيخوف، لا تخافي علي على الفاضي. شو على الفاضي؟ رح ضل عم بستناك على باب السجن كل يوم والتاني؟ انت هيك عم تظلم حالك وتظلمنا. طيب يلا امشي نروح على البيت وبنحكي هنيك. كرم لا تطلع فيني هيك، ما رح اتركك ابدا، لا تنسى مفهوم. يلا. طيب يلا خلينا نروح. فينا نحكي شوي؟ ايه طبعا، روحوا على السيارة وهلا بلحقكم. وهي طلعت. شكرا. لأن بابا جلال بعتني لعندك. مشكور. تعرف بعتني المرة الماضية
بس هالمرة في فرق. شو قصدك؟ قال ما رح خلي يوسف يمسك كرم، روحي طلعي. كمان كان بده اياك تعرف شغلة، انك ابنه من هاي اللحظة اذا بدك. هو ما بيقول هاي الجملة لحدا بسهولة. طيب شكرا. خليتهم يجيبوا لك السيارة اللي صلحتها، شوفها. عمر، أنا رح أتركك، بس بالأول حابب أني أقدم لك عرض صغير. اسمع، في مشكلة واضحة بينك وبين جلال، واضح عندك مشكلة معه. قلي كل الأمور اللي بتعرفها عن اللي اسمه جلال وأنا رح أحميك منه، ماشي؟ حضرتك مبين معك شيء أنه أنا شكلي واحد عديم الشرف؟ أنت مفكر إنه الشرف رح يخليك تعيش بعد ما تطلع من هذا الباب؟ ليك أنا بعطيك الضمانة رح نحميك، ما حدا رح يلمس شعرة منك، بس أنت كمان. بس أنا كمان رح أحكي لكم عن جلال، صح؟ مستحيل، ما عندي شيء أقوله. مع السلامة يا بطل. اللي بيوقع حاله ما بيبكي. أنا إذا ما بدك مني شي فبدي. مجد استناني دقيقتين، عنا شغل. أمرك. هون؟ ما جبنا الخبز، نسينا الخبز كمان، يلا رح روح جيبه. يسلموا هالإيدين، الأكل بياخد العقل. فيها العافية. ليش ما عم تاكل ابني؟ أكيد بيكون أكل برا. ألو. ألو. نعم. نعم. ماشي. ماشي، بعرف المكان. بدي لأوصل نص ساعة. شوفي يا روحي. نص ساعة وراجع.
رح أتركك تروح. أمي لازم روح. لا لا تطلب مني هالشي، ما رح أتركك تروح. خلصنا أمي، إذا وافقتي أو لا أنا لازم روح. طيب كرم روح، بس على الأقل مو اليوم بلا ما تنزعلنا مرأنا. أنت لا تتدخلي بعدي أمي. لك شو بكون خلصوني بقى. عم تطلع مثل أبوك بالضبط هلأ ابني. يلا احكي لي، احكي لي يا ابني شو اللي عم بيصير معك هلأ. ما في شي، عندي شغل ولازم روح. بس هذا مو شغلك وهذا مو انت. قلت لك لا تتدخلي، مفهوم؟ تركي روح اعمل شو ما بدك. يلا روح ابني بالتوفيق. اساسا انا تعودت على الغياب. انت وغيرك. يلا روح خلصني. يلا انت فيك تروح وين ما بدك. ما عم تسمع؟ يلا روح امشي. يلا روح. أمي خالتي فتو تعالي امشي نطلع لفوق ولا تقلقي رح يرجع. Thank you.
حضرة المدير؟ بابا جلال بطلي ابني حبيبي. ها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 ه